يا هلا، يا رب تكونوا كويسين. يلا بينا نعمل اللحمة الفيلي دي بصوص المشروم، رائعة في الجمال. هنستعمل زبدة وتوابل ومشرومز فريش والستيك صوص اول وزيت. حاجه محتاجه اعملها ان انا عشان اسوي اللحمه دي، بسم الله الرحمن الرحيم، ان انا هتبلها يعني بكرم، اوكي، بالملح والفلفل والبابريكا والاوريجانو والروزماري. انا بستعمل سيزنز ميكس، ادي كده من كل النواحي. تاني حاجه، سخنت الطاسه كده، احط فيها حته زبده وشويه زيت. دلوقتي هنزل باللحمه من كل ناحيه، هسيبها يعني قصدي على ناحية واحدة. بعد 3 دقايق هنقلب الناحية الثانية، هي هتستوي بسرعة جدا. دلوقتي قبل ما اشيل اللحمة هحط بقى حتة زبدة كده، وهحط ثومة، ممكن نحط روز ماري او زعتر، بس الحقيقة ما عنديش دلوقتي، والتوابل اللي حطيتها تكفي. هحط رشة ورشة الصوص اللي هو الستيك صوص ده على اللحمة، هو ده. دلوقتي بقى هشيل اللحمة في الحلة واعمل باتش تاني، انا بحطها في الحلة لان انا لسه هعمل المشروم. شلنا اللحمة، هحط بقى المشروم مكانها، بس شلت الثوم كده، هنزل المشروم، هحط على المشروم ملح وفلفل، وكمان هحط الستيك صوص. هحط بقى اخر حتة زبدة معانا النهاردة، وهقلب بقى. شايفين المنظر؟ دلوقتي هنحط بقى المشروم، خلاص هنحط كريمة، هنحط بقى على اللحمة كده وجميله. هنقلب بقى كده، خلاص اللحمة done.